هذه ليست نتيجة حرب مدمرة، إنما فيضانات دموية ضربت منطقة في إسبانيا. خلال 8 ساعات فقط حصل هذا المشهد المدمر وهذا الركام الهائل من السيارات. مشاهد مأساوية سببها فقط فيضان من الماء. آلاف المنازل غمرتها المياه، وأكثر من 150,000 إنسان باتوا بلا كهرباء أو بلا مأوى أصلاً، لأن الماء غمر البيوت. كيف نأخذ العبرة من هذه المشاهد؟ وهل هناك دعاء للنجاة من الكوارث؟ يقول العلماء إن هذه الظواهر بدأت تكثر وتصبح أكثر تدميراً، فهل هي مؤشر على اقتراب الساعة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا اليوم إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذا المشهد ليس ناتجا عن حرب مدمرة ولا نتيجة قصف، إنه طوفان ناتج عن الماء فقط. أمطار هطلت بغزارة لمدة 8 ساعات أغرقت هذه المدينة، كما نرى مدينة فالنسيا في إسبانيا. انظر معي أخي الحبيب، كيف أن الماء الذي نشربه وهو ضروري للحياة يمكن أن ينقلب إلى وسيلة للدمار والإهلاك والقتل والتدمير. هذا الطوفان خلال دقائق قتل أكثر من 100 شخص، وهناك مئات الأشخاص المفقودين حتى هذه اللحظة. طبعاً الماء نعمة من الله، ونزول الماء هو نعمة واستبشار بالنسبة للبشر، ولكن هذا الماء إذا يعني حدث أي خلل في عملية نزول الماء، فإن هذا سيؤدي إلى إغراق المدن وإلى تدمير ممتلكات الناس ويتحول إلى موت. لذلك هذا الفيضان تصفه الصحف الإسبانية بأنه فيضان دموي، فيضان دموي لأنه حصد أرواح الكثير من الناس، والنتائج لا زالت مجهولة حتى الآن. أيها الأحبة، انظروا كيف أن التكنولوجيا الحديثة، انظروا إلى هذه السيارة تحولت إلى ألعاب ورقية. انظر قوة الماء. أنا فقط أحب أن أتذكر قصة سيدنا نوح، وهذا جزء صغير، هذه ذرة من الطوفان الكبير الذي حدث في زمن سيدنا نوح، عندما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أنا مثل هذا المنظر أيها الأحبة، عندما ترى هذه السيارات تتحول إلى ورق لا وزن لها ولا قيمة لها، كل التكنولوجيا لديهم تقف عاجزة، يقفون متفرجين. لذلك مثل هذا المشهد أنا يجعلني أشعر بضعفي أولا، وبضعف الإنسان بشكل عام. انظروا كيف تغرق هذه المدينة خلال ساعات قليلة فقط، تحول، انظروا إلى هذا المشهد، مشهد مأساوي فعلا. يعني انظر، هذه كلها الشوارع كانت نظيفة وكانت تعج بالحركة. فأمر الله عندما يأتي أيها الأحبة يأتي بشكل مفاجئ، والله عز وجل يرينا مثل هذه المشاهد لنعود إليه، لأن الناس هناك في حالة صدمة حتى الآن، باتوا ليلة مأساوية حقيقة. انظر إلى هذا التدفق الهائل لهذه المياه، يعني خربت تقريبا كل شيء. انظر معي هنا أخي الحبيب، وتأمل قدرة الله. ما هو السلاح الذي المستخدم هنا؟ هو الماء. لا يوجد متفجرات ولا يوجد حرب ولا يوجد صواريخ، هو الماء فقط. ليجعلنا الله نأخذ العبرة. القرآن حدثنا عن طوفان سيدنا نوح الذي أغرق كل الكفار في ذلك الوقت، ونجى الله المؤمنين. فاليوم هذا إنذار من الله. أنا بالنسبة لي أعتبر أي ظاهرة مدمرة هي إنذار من الله سبحانه وتعالى. هذا الإنذار لابد أن نأخذ منه العبرة، هذا الإنذار لابد أن يجعلنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتذكر أن الساعة أصبحت قريبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام
له حديث عجيب يقول إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. الموت الفجأة أن تكون في بيتك فتجد نفسك تغرق في الماء وخلال دقائق تغرق وتموت موتا مفاجئا. الصحف الإسبانية يتحدثون اليوم عن فيضان دموي لأنه حصد أرواح يعني بعض الناس، ولا زال الكثير مجهولي المكان، غير معروف أين هم. طبعا أيضا الصحف تحدثت عن كارثة تحل بالبلاد وأنها كانت مفاجئة بالنسبة لهم، وأنهم الآن في حالة طوارئ كما نرى أمامنا. فمثل هذه المشاهد أيها الأحبة كيف نأخذ منها العبرة؟ العبرة موجودة أمامنا. أيها الإنسان في أي لحظة أنت معرض أن يصيبك ما أصابهم باختصار. لا أحد، لا مؤمن ولا ملحد ولا أي من أي ديانة أخرى، لن ينجو من الموت، كل نفس ذائقة الموت. فدائما أخي الحبيب كن على استعداد لمواجهة الكارثة أو الموت، والأجل بيد الله. الذي مات هنا ثق تماما أن أجله مكتوب وهو في بطن أمه، ولكن الفارق هل مات مؤمنا بالله صابرا محتسبا أم مات على غير ذلك. هنا يعني الفارق الكبير طبعا بين من يموت وهو مؤمن وصابر فله أجر الشهيد، من يموت على الكفر والإلحاد هذا أمره إلى الله. طيب هل هناك دعاء للنجاة من الكوارث؟ بما أن الكارثة يمكن في أي لحظة أن تنزل كمية مطر كبيرة جدا على أي منطقة وتدمر هذه المنطقة، فتجد أن الماء أصبح عندك في بيتك وأنت لا تدري وأنت نائم، يعني يأتي بغتة، العذاب يأتي بغتة. الدعاء أخي الحبيب أنا أتذكره دائما معكم، دعاء سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنجاه الله من ظلمة البحر وظلمة الغرق وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك أخي الحبيب مثل هذه الأدعية ينبغي أن ندعو الله بها كل يوم، كل يوم ندعو الله بها، لا تنتظر حتى يأتي الموت أو تأتي الكارثة أو يأتي أمر الله. وهنا أيها الأحبة أتذكر هذه الآية الكريمة، لأن كل الصحف وكل المواقع تتحدث عن شيء مباغت، شيء مفاجئ. أتذكر معكم هذه الآية الكريمة التي يقول الله فيها: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ويقول أيضا: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فالإنسان إذا مات قامت قيامته، فالساعة تأتي فجأة، العذاب يأتي فجأة، عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة يعني مؤشرات اقتراب الساعة كثيرة اليوم، كثرة الزلازل، بالأمس الفيضانات والأعاصير كانت في أمريكا، قبل أيام فقط إعصار ميلتون الذي دمر أكثر من 100 مليار دولار خلال ليلة واحدة 24 ساعة، واليوم هذه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى فيضان كاسح، قبلها في أماكن متفرقة زلازل وسونامي وغير ذلك. ويقول العلماء بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري والتلوث وغير ذلك سوف تكثر هذه الظواهر المدمرة وتصبح أكثر تدميرا، سبحان الله. لذلك نحن ليس أمامنا، لأن التكنولوجيا الحديثة كلها عاجزة عن أن تفعل أي شيء، التكنولوجيا الحديثة، البشر مجتمعين يعجزون أمام هذا الماء، يعجزون أمام طوفان أو إعصار أو زلزال أو أي ظاهرة أخرى. فبما أننا اعترفنا بعجزنا واعترفنا بضعفنا فلا بد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى.
لابد أن نواجه هذه الكوارث بالدعاء أخي الحبيب، ولا تنتظر حتى تأتيك الكارثة أو يأتيك الموت فجأة أو يأتيك المرض، لا، كل يوم وأنت صحيح أذكر الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من المهالك، أدعو الله دائما أن تكون من المؤمنين. انظر إلى سيدنا يوسف، سيدنا يوسف وهو على عرش الملك وفي قمة قوته وعلمه ماذا قال؟ قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كانت نظرته إلى ما بعد هذه الدنيا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فماذا نقول نحن اليوم إذا كان هذا سيدنا يوسف الذي آتاه الله ملك مصر؟ فما بالك بنا نحن اليوم؟ ينبغي أن نفكر بالموت أخي الحبيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: إن بين يدي الساعة ماذا؟ أمورا عظاما، يعني هناك أمور عظيمة لم يكن أحد يتوقعها أو يراها ويفاجأ بها العالم كل يوم، مثل هذه الظواهر وهذه الأحداث المدمرة التي لا ندري الطوفان القادم أين سيضرب. لذلك نرجو من جميع الأحبة أن يتواضعوا لله، أن تشعروا بضعفكم أمام قوى الطبيعة، وهذا جزء صغير من قوى الطبيعة على فكرة، جزء لا يذكر يعني. فالماء الذي نشربه وهو ضروري للحياة قد يتحول إلى دمار، إلى قاتل، والهواء الذي نتنفسه من ضرورات الحياة قد يتحول إلى إعصار قاتل أيضا. انظر أخي الحبيب. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شر، وأن يتوفانا على الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.